وناس جريدة الدار أفشل الجرائد السودانية عديمو المواضيع. نازل ما عندهم موضوع، مواضيع فاشلة، جابوا كلام عن إسماعيل ما عندهم أي موضوع، كلها اصطدام سيارة بدجاجة، السيارة تتضرر والدجاجة ما زالت على قيد الحياة، جايبين العربية مطفوجة بجنبها والجدادة ما جابوها، ما أعرف هديك ساقة بركشة ودها البيت ولا ودها وين ما بقى. جايبين جدادة يا ناس وعربية طقشت الجدادة والجدادة والعربية مطفوجة، جايبين دي جدادة ولا حديد، دي جدادة آلية ولا شنو؟ يا ده كله لخبطة ساي. واختفاء حمارين في أم درمان، دي عناوين كبيرة، اختفاء حمارين في أم درمان يسبب رعب لأهل أم درمان، قال رعب اختفاء حمارين، قال لأنه في ناس بيذبحون يعني. وأطول كلب في العالم جايبينه، قالوا له 4 سنة، جايبين الكلب واقف جنب الماسورة وفعلا بيشبهها الكلب، قال واقف جنب الماسورة أسود، وسووا له عيد ميلاد في السنة 5 ومات طوالي، الحمد لله الله كتره عشان يفعلوا لهم موضوع تاني، والله يستر ما يسووا له قبة الكلب ده. ده بجنبه بعد شوية جايبين قرد يقود صاحبه إلى المحكمة، كلام فارغ ساي. مناسبة الكلام ده بإسماعيل الولي، جايبين في شهر ذي القعدة السنة الفاتت ولا القبلية 1436 هجرية أو 1437 هجرية، أنا طولت مما قريتها، قال في يوم 3 من شهر ذي القعدة، دي أنا مذكرة وضابطة، قال جابوا شيخ اسمه الرضي، الشيخ الرضي ده قال نحن بعد ده ما بنسكت كصوفية. ليه الرضي ما بتسكت؟ قال الناس زي الحرقوا قبة الشيخ بزيد، واحد من مشايخهم قال اسمه بزيد مشايخ الصوفية، قال حرقوا قبة الشيخ بزيد، وحرقوا قبلية قبة، مش حرقوا قبة الشيخ بزيد، حفروها قربوا للقبر بالليل والناس ما عارفة، الصباح حربوا قال، وحرقوا قبة الشيخ إدريس، وقال ضبحوا الغفير، كاتب الخفير، قال الغفير أو الخفير بتاع إسماعيل الولي، وده مناسبة الكلام ديك، خليها القباب دي الحرقوها، والشيوخ جوا ما قدروا يسووا أي شيء وحرقوها، شيوخ ما قدروا يسووا أي شيء، والصوفية ذاته سألوا الشيخ بتاع عنجري التدار، قالوا يا شيخ، قال يا شيخ الرضي انت في يعني في ظنك بتتهموا منو انتو يعني كجماعة بتتهموها بالحريق بالأشياء دي والحفر والحريق؟ قال إن كان لابد بنتهم داعش، قلت الحمد لله مرقنا برا، قال بنتهم داعش برا، ونحن برا من داعش ونبرأ إلى الله منهم ومن هؤلاء ومن هؤلاء، شد ما عندنا شيء في النهاية من داعش ومن الصوفية كله. أزول قال إسماعيل ضبحوا له والغفير بتاعه، وده البرعي قال لك إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله شنو إسماعيل، والغفير اللي بحرس للقبة ضبحوه، وإسماعيل ما حماه، ويحميك انت في آخر الدنيا تناديه كذيت بالراحة حرق عقلك، ويقول لك قومك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، وليأسي ما عرفوا العمل الكلام ده في القبة منه هن ذاته ما عرف، وقال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، فده كله شرك يا ناس. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.